لا زالت الأوضاع الاقتصادية في محافظة الأنبار التي تمثل ثلث مساحة العراق متردية، على الرغم من محاولاتها نفض غبار الحرب الطاحنة على الإرهاب التي دارت فيها عبر الاستثمار وافتتاح المنافذ الحدودية، إلا أنها ما زالت تعاني بسبب الوضع الأمني غير المستقر على الطرقات الخارجية. أهالي المحافظة طالبوا الحكومة والقوات الأمنية بتأمين الطريق السريع الدولي البري الذي يربط بين العراق ودول الجوار للنهوض بواقع المدينة. ماكو تحسن بالوضع الاقتصادي جراء فتح المنافذ هاي الحدودية مع المنفذين، لأن لسوء الوضع الأمني للطرق المؤدية لهاي المنافذ. لذلك نطالب الحكومة المركزية والجهات المعنية أنه تأمين هاي الطرق الدولية حتى شنو يتحسن الحركة المرورية بين هاي المنافذ وتتحسن الوضع الاقتصادي للمحافظة. احنا نطالب الحكومة إذا فتحت هذه الحدين بين سوريا والسعودية، المدينة الرمادي اقتصاديا ومعنويا وكأعمال وكتجارة. قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام أكد أن الفرقة الأولى والقطاعات العسكرية المنتشرة على الطريق السريع تؤمن دخول عجلات الحمل القادمة من الأردن على سبيل المثال وتسهل دخولها إلى المحافظة. الأرتال العجلات الثقيلة الحمل اللي قادمة من الأردن تحديدا واللي تسلك الطريق السريع تكون على شكل أرتال كونفوي، هذه الأرتال تمر من خلال السيطرات وتتأمن لها حماية من قبل الفرقة الأولى ومن قبل القطاعات العسكرية المنتشرة على جانبي الطريق، وتدخل بكل انسيابية لمحافظة الأنبار ومنها إلى بغداد، وهذه العملية هذه الطرق آمنة بالكامل. وبحسب محللين فإن المعابر الحدودية تعزز الحياة الاقتصادية والتجارية في محافظة الأنبار التي تعاني من الدمار الذي خلفه تنظيم داعش الإرهابي ومعركة تحريرها، وإن الوضع الأمني المستقر على جانبي الحدود ينعش المحافظة ويوفر فرص عمل للكثير من الشباب باعتبارها شريان اقتصادي حيوي.